بنتك مشات معاك ومشات مع هذيك السيده وما دايره لهم قيمه سيدي، ما دايره لهم حتى حاجه. 1300 كان يخدموا بها النهار مساكن، لا كيس لا وليداتهم لا حتى حاجه، مجاهدين على وليداتهم. الله ينصر سيدنا، الله يشدنا في سيدنا ووقف علينا. شحال عندها من العماد بنتك؟ اه بنتي نقول لك عندها ولدي، انا ما قارياش نقول لك عندها ولدي 30 عام 40 عام، نقول 30 عاد 30 30 30 30 عندها شي وليدات؟ عندها وليده، عندها 3 الوليدات اللي ماتت، اللي ماتت عندها 3 البنيات، عندها هنا عندها ملاك وعندها ايه. ايه هي الاخرى عندها حبيبتي. شنو شنو كيخدموا الخدمه ديالهم؟ الخدمه ديالهم كيخدموا في الفريز، في الفريز، في الفريز بالدلالحه. غادي بهم هذاك راه القار قال لك ضربهم كاملين، ما داير لهم سيدي لا كيس، ما داير لهم خلصه لوليداتهم، هما دايرهم كي لا 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 صورانس لا والو، ما عطى الله وعلم. تيخدموا عام كتابهم ساكن كيفاتهم، كيفات اللي تيخدموا عام كتابهم. عندي جوج بنات، بنت مهرسه من السنسور وبنت مشات لعط الله. مهرسه فات لاكسيدون هذا الشيء يا سيدي. فاطمه حجاجي الوزير، الوزير كنت كتهضري معاه وكتغوتي، شنو كنت كتقولي ليه؟ قلت له بحال هكا سيدي، الله يرحم الوالدين، الله يرحم من قراكم والحق والحكم ورا الكبده ولا تدوشي علينا. عندي كنتي مهرسه من السلسول ومهرسه من يديها، وعندي بنتي ضاعت لي، كنتي عندها 4 الوليدات، الراجل حمال الموجود الله. شنو شنو قال لك الوزير؟ ها؟ الوزير شنو قال لك؟ ملي هضرتي معاه شنو قال لك الوزير؟ هو هضرنا معاه بحال هكا سيدي، صافي هضرنا معاه بحال هذا. شنو قال لك هو؟ قالنا قالنا ما قال لي، ما سمعت حتى حاجه. قالنا شنو قال؟ قالنا راح نقدوا بالواجبات. شكون عندك؟ بنتي، بنتي ماتت. ها؟ وحده مهرسه وحده ماتت وحده مهرسه. شحال شحال عندها الاولاد هاد البنت اللي ماتت؟ مربيه اولاد اختها. ها؟ مربيه اولاد اختها. شحال عندها تقريبا من عام؟ عندها 26 عام. ها شنو كتخدم؟ كتخدم مع هاد اللي دارت قصيده في الفريز. ديال الفريز؟ ايه كاميرون. ها شنو قلتي دابا الوزير ملي كان معك؟ وزير الصحه شنو قلتي ليه؟ يعاونونا ويدوا لنا بناتنا، ما عندنا ما عندنا والو، عندنا على الله. يعاوننا الملك وكل شيء. الله يرحم الوالدين. بعد نوال يلا رشيد رشيد